يعني أنت الآن في عفوا يعني أنت الآن في معرض حديثك تطالب بالناس تقول إذا ما يلحق السوداني فإن العراق سيضيع، ولذلك تقارير تقول أن العراق مرشحا أن يدخل في حربا أهلية. طيب السوداني بخبرتك بنصيحتك ما الذي بإمكانه أن يفعله؟ قوى سياسية جبلت على هذا المنهج. نعم دكتور. والله أولا إلغاء الانتخابات، هاي انتخابات ضحك على الذقون، مبينة منو راح يطلع ومنو ما يطلع، هاي مبينة فلوس المال الحرام مال السحت اللي الناس أخذتها من الباقيتة بوق. نعم أكو ناس دول جهزتها، فهذا ما يطلع هذا الكلام بهالشكل. هذا على السوداني أن يتحزم بمسألة مسائل مهمة. أولا يصدر عفو عام ويخلي السجون من كل المنتسبيها، كل الداخلين بيها، يبيض السجون كلها بالكامل ويسوي مصالحة وطنية كاملة. نعم. ما يمنع أحد على حساب آخرين ولأجل عيون آخرين. هذا البدء بالإصلاح. هذا إذا ما راح يصير ترى ما ينصلح العراق. أنت الآن تدعو السيد السوداني إلى إلغاء الانتخابات، وبالتالي إذا سمع بهذه النصيحة ما هو البديل؟ ما هو البديل لإدارة الدولة؟ هل ينقلب على الأحزاب برمتها؟ خلي هو يصير بديل. هو يصير بديل. هو أنا دعمت السيد الشيعة السوداني لأسباب عديدة. أولا هو ما اسمه ورد بقضية نزاهة من نزاهة لا سمح الله، هو تجربته عراقية ما راح إلى الخارج وتلوث بأفكار الخارج، وأجاد في ما مارس الطائفية السياسية بالرغم من تعرضه إلى أذى هو وأسرته. هذا يمثل لي الشيء النموذجي، بس للأسف تدري من قاعد السلطة صار أنا ربكم الأعلى. أي قام يعني مو صحيح يمشي في طرق متعرجة ما بيها أسس واضحة. أسس واضحة ما بيها. أي يعني عبالة إذا رتب قرض للعراق أو رتب شيء علاقة ويا أمريكا راح تنحل المشكلة. المشكلة عراقية بحتة، والعراقي صعب، الإنسان العراقي صعب، مناضل من الطراز الأول، كل العرب صعبين. تفضل غزة هسه سووا أهل غزة لعبوا طوبة باليهود. ولهذا احنا يعني بصراحة إذا ما راح يلجأ إلى أساليب تأجيل الانتخابات هسه ما يلغى تأجيلها إشعار آخر ويتحمل مسؤوليتها طبعا، ويغير النهج ويسوي مصالحة وطنية بتفويض من من؟ وينظف السجون ويصدر عفو عام. من يعطي هذا التفويض يا دكتور عياد؟ من يعطي هذا التفويض؟ والله الشعب المفروض، الشعب اللي يعطي هذا التفويض. المفروض الشعب هو خلي يسوي استفتاء شعبي، خلي يسوي استفتاء شعبي ويقول لهم يا ابا شلون نصلح الوضع. يا بابا إذا ما أجت أجوبة هذا اللي دحشت ياه يعني أنا ما أطلع بنبوية.